منى عاملة لك مفاجأة. شو هي؟ كيكة شوكولاتة هشة ومرتفعة وطعمها لا يقاوم. يامي. رح أعملها بالحجم العائلي. بالأول نخلط 4 أكواب إلا ربع طحين مع 3/4 كوب كاكاو و 3/4 كوب نشا. بنخلهم منيح وبضيف رشة الملح، بحركهم وبتركهم على جنب. وللخليط السائل بحتاج 5 بيض، بخلطهم بالخلاط لدقيقة لتطلع رغوتهم، بعدين بضيف عليهم 1.5 كوب سكر بالتدريج، خفقتهم ل5 دقايق، بعدين ضفت الفانيلا، وآخر شي بضيف 1 كوب زيت مع 3 أكواب حليب، بضيفهم مثل ما شايفين بالتدريج وبخلط بهالطريقة. بعدين بضيف الخليط السائل على الجاف، بحركهم وبضيف 1 معلقة كبيرة من قهوة سريعة الذوبان مع 2 كبار بيكنج باودر و1.5 معلقة خل أبيض، بحركهم مع بعض، واختياري فيكم تضيفوا تشوكلت شيبس. بديرهم بقالب الكيك المدهون بالسمنة ورشة طحين، وبدخلهم بفرن حامي حرارة 180 لمدة 55 دقيقة. بهالوقت منحضر أطيب صوص شوكولاتة، شوكولاتة نوعيتها منيحة مع علبة قشطة، سيحتهم بالميكروويف، بعدين بعد ما طلعت الكيك استنيتها تبرد، بعدين قلبتها، وبعدين زينتها بالشوكولاتة وجوز الهند، وهيك شكلها. واو، شكلها بجنن. يلا نشوف طعمها. شو رأيك يا منى؟ Oh my god، كتير زاكية. يلا اعملوها بالحجم العائلي وطعموا كل عيلتكم، كتير رح يحبوها.